السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. اليوم 6 نوفمبر 2022، اليوم ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة لاسترجاع بها المغرب أقاليم الجنوبية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، بالحكمة التبصر ديالو والعبقرية ديالو تفتقات لهاد المسيرة الخضراء مسيرة سلمية. وطبعا هاد الذكرى عندها دلالة كبيرة عند المغاربة، وفي هاد النهار كيتألموا الشياطين لهوك، يتألموا كاملين، شي طايح شي نايض، واللي طايح كتر من اللي نايض، واللي نايض فاتيكي ومقلق. فعلا ألم كبير كيشعروا به، إن فيه كيعبروا المغاربة على تمسكهم بأقاليمنا الجنوبية بالوحدة الترابية وبشعار الله الوطن الملك، وكيبينوا للعالم كامل على أن قضية الصحراء المغربية ماشي قضية قيادة فقط أو حكومة فقط، بل هي قيادة ملك وحكومة وشعب، وكل شيء يضحي من أجل أقاليمنا الجنوبية. واليوم كنتذكروا فيه أجواء المسيرة الخضراء المضفرة والمراحل اللي قطعها المغرب باش وصل للمسيرة الخضراء. ومن بعد المسيرة الخضراء كاينه مسيرة تنموية يشاركوا فيها المغاربة كاملين. واليوم كيفاش كنشوفوا الأقاليمنا الجنوبية والناس اللي كيجيو كينبهروا مستوى النمو والحياة الكريمة اللي كيعيشوها سكاننا، سكان أقاليمنا الجنوبية. زدنا على ذلك في هذا اليوم نتذكر قسم المسيرة الخضراء اللي ربط المغاربة بوحدتهم الترابية. قسم المسيرة الخضراء اللي كيحمل الكثير من المعاني والكثير من الدلالات. ونذكر خوتي المغاربة في هذا النهار أننا نرددوا كاملين قسم المسيرة الخضراء، واللي ما أداش هذا القسم يأديه اليوم ويعلمه لوليداته. فهذا عهد بيناتنا كاملين إحنا المغاربة، والقسم كيقول: أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء، مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعترتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي. انتهى القسم. إذن كما كتشوفوا وكما كيشوفوا خصوم وحدتنا الترابية على أن المغاربة كلهم أقسموا على أن يبقوا أوفياء لروح المسيرة الخضراء. وروح المسيرة الخضراء فهي لها معاني كثيرة. 350 ألف مغربي أولا من كل الأقاليم، هذه وحدة وطنية، ذكور وإناث، مختلف الأعمار، مختلف الفئات الاجتماعية، بمعنى أننا ممكن أن نختلف واحد مجموعة من النقاط، ولكن لما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية في المغاربة كتلقاهم موجودين، مغاربة الداخل ومغاربة الخارج، يعني مغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. ونذكر كذلك أنه بالمقابل ديال المسيرة الخضراء كانت مسيرة سوداء درها بومدين الهواري بومدين محمد بوخروبة لا رحمه الله، وطر 350 ألف مغربي عايشين في أمان في الجزائر، طردهم من الجزائر إلى المغرب، فرق بذلك أسر الجزائرية والمغربية. وهذه وصمة عار في تاريخ الجزائر، تاريخ الجمهورية الجزائرية، وصمة عار اللي ما قدرش حتى شي واحد في الجزائريين أنه يمحيها، وستبقى
إلى أن نلتقي يوم القيامة وعند ربنا نختصم. وكتشمكت مسيرة الموية هنا في المغرب، كانت عندهم مسيرة سوداء ضد المغرب، داروا بزاف الحوايج ولكن ما داو غير البرد وما غيديو غير البرد. شكرا، تمام بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.